مساء الخير، يعطيكم العافية. معكم عبد الله ناصر، مصور دعائي من الكويت. اليوم راح أسوي لكم جنطة نسائية راقية، راح أشرح لكم جميع التفاصيل التقنية والفنية. الجنطة هذه من شانيل، لونها أزرق، حجمها تقريبا وسط إلى كبير. ديزاين مالها كلاسيكي، أتوقع هذه مناسبة حق الفئة العمرية الثلاثينات للأربعينات للحريم، وتبين إن هي على مستوى راقي. لذلك لازم أسوي إخراج فني يكون منسجم مع فلسفة هذه الجنطة. أنا في بالي الألوان الغامجة، في بالي اللون الأسود حق الأرضية، وبالنسبة حق الخلفية لازم أختار لون يكون مغاير مع اللون الأزرق. طبعاً أغلب الناس ممكن تفكر باللون الأصفر، بس أنا ما في بالي اللون الأصفر لأنه ما باللون فاقع، باللون شوي يكون ثقيل. فبعد ما سويت بحث على الأونلاين لاحظت أو شوف إن اللون الرملي أو البيج راح يكون مناسب حق الجنطة هذه. راح استعمل كاميرا سوني ألفا 7R3 جديدة، تقريباً 43 ميجا بيكسل، مركب عدسة كانون 85 1.2، حسها مناسبة حق البرودكت. إذا كان صور برودكت صغار نستعمل ماكرو، بس المنتج هذا فيه حجم الجنطة، حسيت إنه مناسب الـ 85، راح يعطيها أبعاد حلوة. نفس ما تشوفون هنا، هذا عبارة عن قطعة خشب متنقلة سويتها، حاط فيها أوراق شاريها من مكتبة جرير، عبارة عن أوراق ألوان مختلفة وأيضا قطع فلين وأوراق حجم كبير مقوى، استعملهم في تصوير المنتجات وأيضا تصوير الأشخاص على حسب حجم الموضوع. واخترت أنا اللون الرملي، نفس ما قلت لكم أنا حسيت أنه مناسب لون مغاير مع بالنسبة حق اللون الأزرق. اخترت لون الرملي للخلفية لأن حسيت أن اللون هذا لون مغاير مع الأزرق، ونفس ما قلت أن الشريحة المستهدفة لهذا المنتج هم الحريم اللي أعمارهم من الثلاثينات للأربعينات، فحسيت أن الألوان الثقيلة تكون أنسب لهم، لذلك تجنبت اللون الأصفر والوردي الفاقع. حاطين إحنا بالأرضية قطعة بلاستيك لون أسود سطحه عاكس. أنا أحس أن اللون الأسود مناسب حق ثيم الجنطة، لأن الجنطة تعتبر راقية. هي ما في قاعدة بالآرت، بس حسيت أن الأسود مناسب، مع أن أفضل شيء واحد ممكن يفكر بالأبيض، أن الأبيض مناسب حق جميع الألوان، بس أنا حبيت أعطي الفيل مال الفخامة. وغطيت الطاولة من الواجهة الأمامية بقطعة خشب أسود أو بني غامج من إيكيا، لأن الطاولة مو حلوة من الواجهة الأمامية. شوف اللقطة هذه وشوفها من الزاوية هنا، تلاحظون أن الطاولة أساساً لونها أبيض زين ومفتوحة، فقلنا نغطيها من الواجهة الأمامية. بالنسبة حق الإضاءة قاعد أستعمل فلاشات بروفوتو، عندي تقريباً 7 فلاشات بروفوتو هنا بالاستديو، أغلبهم وايرلس. حق البروجكت هذا راح أستعمل 5 مع بعض الأواكس. هذا فلاش بروفوتو حاط على سي ستاند، اسمه تلاحظون زين، السي ستاند يمسك الفلاشات بالوضعيه هذه، وايد انصح فيه. وثبت سوفت بوكس 5 فوت او 5 قدم حجم الكبير، الاوكتا اللي هو المثمن 8 الاضلاع، اوكتا هو 8 الاضلاع، يستخدم حق تصوير الفاشن واللايف ستايل، وانا بالنسبه لي حاب استعمله حق تصوير المنتجات، انه يعطي اضاءه وايد سوفت، الاضاءه مالته مقاربه الاضاءه الطبيعيه اللي نشوفها امام النافذه او الدريشه. راح ناخذ الحين اول لقطه، طبعا الكاميرا موصلها الى اللابتوب عن طريق واير، فراح يكون شغلي كله على اللابتوب. هنا كل شيء اوكي، مضبط الفوكس والشتر سبيد والابرتشر بالطريقه هذه، اساسا ما نلمس الكاميرا والكاميرا تظل ثابته طول فتره التصوير. راح يكون شغلنا كله على اللابتوب. طبعا اللابتوب مالي ماك بوك برو 15 انش، وغالبا اوصل اللابتوب على التلفزيون اساسا انه يكون عندي عرض اكبر للصور. قاعد استعمل برنامج كابتشر 1، البرنامج هذا او السوفت وير منسجم مع كاميرا سوني زين. طبعا هالبرنامج هذا اضطريت اني اشترك فيه لانه ما كان في نسخه مجانيه حق السوني،
ووايد أنصح فيه جودة عالية. البرنامج هذا بس مجرد إنه يلتقط الصور، التعديل بعين السوي على برنامج اللايت روم والفوتوشوب. راح نأخذ الحين أول لقطة، أول لقطة راح تكون فيها بس فلاش واحد اللي نفس ما قلت لكم، اللي هو الفلاش الأوكتا 5 فوت. هذه أول صورة مثل ما تلاحظون، إضاءة جاية من فوق وشوية بالجانب الخلفي، إضاءة ناعمة، إضاءة مقاربة للإضاءة الطبيعية. كل واحد له طريقة، بس أنا أحب أبدي في إضاءة الخلفية، بعدها أنور المناطق الأمامية. الفلاش الثاني راح أستعمله، راح أستعمل نفس الشيء بروفوتو وايرلس، ومركب عليه السنوت. زين، السنوت هذا عبارة عن قطعة شكلها مخروطي، تركز الإضاءة وتعطي نفس السبوت لايت. طبعاً يعتمد على المسافة، إذا كانت المسافة قصيرة يكون لوك الإضاءة يكون نفس السبوت، إذا بعدت راح تكون السبوت لايت أكبر. أوكي، راح نأخذ اللقطة الثانية الحين. صورنا الصورة الثانية الحين. الإضاءة هذه على الخلفية هي الإضاءة الجاية من السنوت. زين، طبعاً نفس ما قلت أحسها مناسبة، لا هي عالية ولا هي قليلة، يعني إذا كانت وايد عالية راح تطلع الخلفية فاتحة، راح تشتت النظر، وأنا بيها تكون وايد غامجة لأن لازم نفصل بين الخلفية وبين الجنطة. الحين راح أشغل البي 10 فلاش صغير. الباور ماله مو عالي بس ما في مشكلة، احنا مو قاعد نصور مواضيع وايد كبيرة. ركبت عليه الأوكتا 2 فيت أو القدمين، حسيته أنه مناسب، يعطي إضاءة ناعمة نفس الوقت يكون فيها تباين. من خلال الإضاءة هذه راح أفتح أو يعطي إضاءة أكثر حق الخلفية، لأن الأرضية وايد غامجة، فحسيت أنه يحتاج إضاءة أكثر من أساس يعطي انعكاس على الأرضية السوداء. طبعا الفلاش الثالث شغلتها شوي، عطى نوع من الفل من الارضيه هنا. زين، ما فرقت وايد، بس انا استعملتها لان ما حبيت المنطقه بالخلف تكون وايد غامجه. احنا ما نبي الصوره تكون وايد غامجه وايد فاتحه، نبي الصوره يكون فيها تباين عالي، لان التباين او الكونتراست هو اللي يجمل الصور، جميع انواع الصور سواء الصور الدعائية والصور الفنية، دائما نحل نسوي تباين بالصورة، بس نفس الوقت ما نبي الصورة تكون وايد غامجة راح تطلع غير مريحة. فأحيانا حتى لو الإضاءة تعطي بس اختلاف 10 أو 20%، هذا راح يكون مناسب أساس يحقق توازن. أوكي، الحين طبعا راح أنور الواجهة الأمامية من المنتج. كل واحد له طريقة، في بعضهم يبدي في إضاءة الجهة الأمامية بعدها يشوف الخلفية، بس أنا حسيت إن الأفضل أبدي بالجهة الخلفية والجهة العلوية من المنتج. فالحين راح أنور المنطقة الأمامية. هذا عبارة عن ورق شبه شفاف، خذيته من مكتبة جرير. زين، بالإنجليزي يسمونه diffusing paper. طبعاً هو مو خاص مال التصوير، بس يفي بالغرض، لا هو الغامج ولا هو الفاتح، يسمح الضوء أن يمر من خلاله. راح استعمل فلاش هنا البروفوتو، ركب عليه الستيرب لايت اللي هو المستطيل. ما بغيت استعمل الستيرب لايت من دون هذا لأنه ممكن تكون الإضاءة وايد هارد، فحبيت أنعم الإضاءة، لأن المنتج هذا يتكون من جلد وأيضا قطع معدنية لهم قابلية لعكس الإضاءة، فحبيت أن الإضاءة اللي توصل للمنتج من الواجهة الأمامية تكون إضاءة ناعمة. هذا فلاش بروفوتو B1 وايرلس، حطيت عليه سوفت بوكس
strip مستطيل. طبعا هو من شركة ثانية بس ما يفرق وايد بالنتيجة. زين. ونفس ما قلت لكم حطيت diffusing paper قدامه أساس أنعم الإضاءة. عادة واحد ممكن يقدر ممكن واحد ما يستعمل diffusing paper، ممكن يستعمل الفلاش مع الستريب لايت بشكل مباشر، بس أنا حبيت إضاءة اللي راح توصل حق الواجهة الأمامية المنتج تكون ناعمة، تخيلتها راح تكون أفضل. نفس ما قلت لأن القطعة المعدنية في التشين مال الجنطة عبارة عن سطح عاكس، لذلك حبيت الإضاءة اللي راح توصل حق الواجهة الأمامية من المنتج أو الجنطة تكون ناعمة، عشان كذي حطيت البيبر. شغلت الفلاش الحين. نفس ما تلاحظون احنا الحين نورنا الواجهة الأمامية من المنتج. زين. طبعا الصورة هذه الحين مو نهائية. من خلال الفلاش هذا اللي حطيتها الستريب لايت وقدامه حطيت ورقة ديفيوزنج بيبر، نورت الجهة اليمين من المنتج أو الجنطة. الحين بس باقي لنا ننور المنطقة هذين، أحس إنها وايد غامجة. بالنهاية هذا عبارة عن منتج ولازم نبين تفاصيله حق المشاهد أو حق الزبون، فما نبي الصورة تكون وايد فاتحة ولا نبيها تكون وايد غامجة. فالحين راح أضيف فلاش خامس حق المنطقة هذه. طبعاً هذا الفلاش الخامس والأخير في هذا التصوير ثبت عليه الصوت بوكس من بروفوتو ستريب مستطيل، شفته مناسب حق اللقطة هذه أو حق هالزاوية، لأنه بس بنور المنطقة معينة. نفس ما تلاحظون رد الجنطة أو المنتج مستطيل الشكل، فأنا بس بنور منطقة معينة. ونفس ما تشوفون أنه ما عندي سوفت بوكسس هنا حق هالبروجكت، لأن أنا بتحكم الإضاءة بطريقة اللي تكون مناسبة حق المنتج، فلازم دائما تعطون اعتبار حق شكل السوفت بوكس إذا كان مثمن وإذا كان مستطيل. حق الزاوية هذه بالذات احتجت الستريب أساس بس أنور الجزء السفلي من الجنطة، لأن أساس أنور الجزء السفلي من الجنطة لأنه وايد غامج، وأيضا الأرضية السوداء نفس ما تلاحظون السواد هذا يمتص الإضاءة، لذلك لازم نسوي تعويض، لازم نحط إضاءة أكثر حق الجزء السفلي للجنطة. إذن الإضاءة هذه راح توصل حق الأرضية السوداء وتنورها، ما راح تكون وايد فاتحة بس راح تكون بالكمية المعينة اللي تسوي توازن الإضاءة. طبعا نفس ما تلاحظون السوفت بوكس بين، معناته لازم ننزل السوفت بوكس شويه. خذيت بعد اللقطه اللي قبلها كان السوفت بوكس مبين، نزلته شويه. زين. ولاحظنا انه عطى شويه فل بالمنطقه هذه، او اللي قصدته انه المنطقه هذه كانت وايد غامجه، فحبيت احط فيها شويه اضاءه، ما بغيت اعبيها بس شويه، احط فيها شويه اضاءه اساس ينور الجزء السفلي من الجنطه وايضا الطاوله. القطعه اللي تحت الجنطه لونها اسود، فلازم تستعمل كمية أكبر من الإضاءة أساس تخفف من تأثير السواد. الحين يعني تقريبا الصورة تقريبا شبه كاملة. أوكي. لهذه اللحظة استعملت خمس فلاشات. هذه الصور مباشرة من الكاميرا. طبعا ما نقدر نعتمد على
الشاشة مال التلفزيون، لأن الشاشة مال التلفزيون تعطي تباين عالي للصور. زين، اللي أقصده أن الصور على الكمبيوتر من الكاميرا مباشرة راح تكون شوية باهتة، التباين مالها ما راح يكون عالي، التباين اللي هو العلاقة بين الغامج والفاتح. فاللي الشاشة ما راح تكون مقياس، بس مجرد الشاشة للتوضيح أساسها تشوف تفاصيل الإضاءة. الحين اللي باجي الجهة هذه من الجنطة أحس أنها غامجة، مع أن هي مبينة مو وايد سودة، بس أحس أفضل أن شوية أنورها. ممكن أنورها عن طريق استعمال فلاش سادس، أو ممكن استعمل عاكس، ممكن تستعمل عاكس أبيض، ممكن تستعمل عاكس سيلفر. طبعا الذهبي ما ينفع، لأن إذا استعملت لون ذهبي راح يعطي لون دافي للمنطقة هذه، وراح يتغير لون الجنطة، اللون المنتج ما تبي تغير لونه. زين، فيا تستعمل أبيض، أبيض راح يعطيك انعكاس سوفت وأبيض. زين، أو إنك تستعمل عاكس سيلفر، السيلفر يعكس إضاءة أكثر من الأبيض، بس شوية راح يعطي لوك شوية شايني أو ساطع. أنت بس لازم تجرب، ما في قاعدة، ممكن أبيض الأفضل، ممكن عكس الأبيض أفضل للمنتج، ممكن يكون سيلفر. بس اللي شفته من خلال المصورين، المحترفين، إن العكس السيلفر مناسب حق غالبية المنتجات، بشرط إنه ما يعطي، بشرط إنه ما يغير لون المنتج. فأنا راح أحط عكس سيلفر. زين، والعكس راح استعمله عبارة عن ورق بيبر شريتها من مكتبة جرير. مو لازم تستعمل العاكس من محلات التصوير، أنا أشوف هذا مناسب لأنه أخف وأقدر أتحكم في حجمه. ركبته على السي ستاند. هذا هو العاكس، عبارة عن ورق شبه مقوى. زين، ما له لون، يعتبر سيلفر. ثبتته على السي ستاند عن طريق كليبس. هذا هو العاكس. طبعا الورق خفيف، مو مدعوم، مو نفس العاكس التقليدي مال التصوير، ولا هو قطعه بورد، لذلك حطيت ثبت كليبس تحت اساس يخلي ثابت. زين، انا تبي انت السطح يكون فلات، ما تبي يكون مقوس، بس راح يعكس الاضاءه اللي راح تكون جايه من الفلاش الرئيسي حق الواجهه الاماميه، وايضا راح يعكس شويه من الاضاءه اللي جايه من هنا، وايضا راح يعكس بعد الاضاءه اللي جايه من فلاش اللي في المنطقه العلويه. فغالبيه الفلاشات لما تشتغل راح تنعكس على، او غالبيه الفلاشات لما يطلع منها الاضاءه راح تنعكس على العاكس هذا. ونفس ما قلت، الورق السيلفر او العاكس السيلفر يعكس كمية أكبر من الإضاءة بالنسبة حق الأبيض. إذا استعملنا العاكس أبيض، أبيض سادة، راح تضطر إنك تخلي المسافة قصيرة بين المنتج بين العاكس الأبيض، فممكن يتعبك بالشغل. فبشكل عام إحنا ننصح العاكس السيلفر، لأنه ممكن تخليه بمسافة أبعد وما يبين في إطار الصورة. الحين راح نأخذ الصورة ونطالع هل هو مناسب ولا لا. هذه اللقطة الأخيرة مع وجود العاكس، أنا أحسها مناسبة، لأن قبلها كانت المنطقة هذه غامجة. لاحظ إن في فرق هنا، نفس ما تلاحظون هنا بدون عاكس، هنا مع العاكس. زين، عبينا المناطق المظللة قبل، ونفس الوقت ظلت المنطقة هذه مو وايد فاتحة. أنا ما بغيت وايد أفتحها، أنا حبيت الإضاءة تكون تدريجية، حبيت يكون في تباين بين المناطق الفاتحة بالصورة والمناطق الغامجة، لأن التباين هذا هو يعطي اللوك بالعامية، اللوك 3D أو 4D. لازم نحافظ على توازن الإضاءة، ما بغيت الإضاءة تكون كلها سادة نفسها. فالطريقة هذه أو أساس نحقق هذه النتائج، لازم نستعمل كل فلاش بروحه، ما نقدر نشغل كل الفلاشات. طبعا في بعضهم ممكن نستعمل فلاش واحد حق المنتج، ما في قاعدة في عدد الفلاشات المستخدمة في تصوير المنتجات. بس أنا أحس أن الرؤية مالتي في
اللي أشوفها في غالبية المنتجات لازم أنور كل منطقة على حدة بروحها أساس أوصل اللوك اللي في بالي. ممكن أصور بعض المنتجات بفلاش فلاشين، بس غالبية المنتجات في الفترة الحالية قاعد أصورها قاعد أحتاج عدد من الفلاشات، ممكن يكون 3 4 5، بس لازم أصور كذا لقطة، وكل لقطة استعمل بس فلاش واحد أساس ينور منطقة معينة. لما أتأكد أن حصلت على الكمية المناسبة للإضاءة، بعدها أروح أحط فلاش ثاني وأنور منطقة معينة من المنتج. لما أحصل على الكمية المناسبة للإضاءة، بعدها أحط الثالث والرابع لين أحقق الرؤية اللي في بالي. الرؤية هذه أحددها من البداية، ممكن أحددها ذهنياً أو ممكن أحطها على ورق، أو ممكن تكون عندك صور رفرنس من النت، صور من شركات عالمية تحاول تسوي نفسهم. أنت ما راح تقلدهم، بس تحاول تعطي لوك مقارب من اللوك اللي تشوفها بالصور العالمية. مو شرط يكون نفس المنتج، ممكن تلقى منتج عطر عاجبك اللوك ماله في الصورة وتطبقه على تصوير جنطة. زين، طب احنا الحين خلصنا من التصوير، النتائج مضبوطة والإضاءة كلها كباور أنا أردي متحكم فيها من قبل، أساس أن نخلي الجلسة التعليمية هذه سريعة، ومرة الجاية راح أقول لكم شلون طريقة تعديل الصور. مشكورين، يعطيكم عافية على المتابعة. خلصنا جلسة التصوير التعليمية هذه، طبعا أخذت منا 3 ساعة، وهذه الصورة الأخيرة من الجنطة أو المنتج، بس راح تحتاج تعديل، هي بس لقطة واحدة. وبس أطلب منكم كم تابعوني على الانستغرام وعلى اليوتيوب تشانل، إذا عندكم أي استفسارات تواصلوا معي. يعطيكم العافية.